اليوم قطاعاتنا الفرقة 16 والحشد العشائري وبإسناد من قوات التحالف اليوم قاموا بتفتيش الجزرات اللي موجودة في نهر الزاب وملتقى نهر الزاب الأعلى مع نهر دجلة بحثا عن بقايا داعش. تقريبا الواجب كمل، أبناءكم الأبطال يعني فتشوا هذه الجزرات بكاملها، وأيضا عندنا إجراءات أخرى على هذه الجزرات في سبيل أن نحرم بقايا داعش أن يكون لها أي ملاذ أو مكان تختبئ به. عندنا طائرات استطلاع موجودة، وكانت طائرات الأباتشي أيضا في سماء المنطقة، وأيضا عندنا تعاون مع قوات التحالف، طائرات حربية أيضا كانت موجودة بالمنطقة. أنا أحب أطمن أهلي في محافظة نينوى وعموما مدينة الموصل بصورة خاصة أنه أبنائهم يواصلون الليل والنهار، عملياتنا الاستباقية مستمرة في كل مكان تجينا عليها معلومات استخبارية أو من خلال معلومات الاستطلاع. فليطمئن أهلنا نريد مزيد من التعاون، يعني احنا من جينا لهذا المكان جينا بناء على معلومات ايضا من اهالي المنطقة انه لاحظوا وجود بعض الافراد في هذه المناطق، لذلك على وجه السرعة الاقاد فرقة 16 قيادة العمليات التحالف وضعنا خطة مع الحشد العشائري ايضا انخرط في تنفيذ هذه الخطة في سبيل نفتش عن بقايا داعش في هذه المنطقة. رأينا أنفاق تعود تنفيذ داعش المستديرة، وماذا يعني هذه الأنفاق؟ أنفاق يعني هي موجودة قديمة، تدري هذول الدواعش على مدى 3 سنين كانوا بس يحفرون أنفاق، يعني لذلك يوميا وين مدى نطلع نلقى أنفاق، يعني بالعطشان اللي هي أنفاق دمرناها ولقينا ببادوش في مناطق متفرقة غرب العياضية لقينا، وأيضا في هذه المناطق لأن مناطق أدغال يعني موجودة فنلقى على طول. يعني أنا هذه المناطق يعني أدعو الأخ محافظ نينوى أنه ينطيها للمستثمرين حتى تنزال هذه الأدغال وتستثمر بالزراعة يعني اللي يريد يتعاقد عليها كذا، وما تبقى يعني هذه الجزرات منطقة أدغال قد يلجأ لها بعض بقايا داعش. بدأت قطاعات فرقة المشاة 16 منذ فجر هذا اليوم بعملية ملاحقة أو البحث عن إن كانت هنالك عناصر لداعش في هذه المنطقة، وهي منطقة التقاء نهر دجلة بالزاب الأعلى ولكثافة المنطقة بالأشجار والمياه، لكن أبطالنا الحمد لله بدأوا بعملية خوض والعبور إلى الضفة الثانية، وكانت العملية بتنسيق بمحورين على جنوب نهر الزاب وشمال نهر الزاب، وتمت هذه العملية بالتنسيق مع القطاعات الأخرى وخاصة قطاعات البيش مرقة من الأخوان الأكراد، والحمد لله الآن هم بدأوا بعملية التفتيش وتم العثور على بعض البداية حفل للأنفاق وتم طمرها. أيضا قمنا بتعزيز القوة في هذه المنطقة لإنهاء هذه الصفحة وتكون مراقبة ومعالجة أي هدف يظهر في هذه المنطقة، ومثل ما معروف هو مبني على المعلومات اللي نحصلها من مراصدنا ومن الأنواء الجوية والمراصد الجوية والكاميرات والأجهزة الأخرى.